السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. يوم الحين 10:30 وتولي بادي. انت برمس اليوم؟ انت بنسو احبيت بين الظهر؟ انا ابو هذا برقات، هذه يقولون عنها رقدتها للكهف. الاول سمعناها واليوم عشناها. هي والله رقدت وحده. هي لك انا عطيت بعد البارح يوميت لين الساعة 1:30 سنتين ما رقت. بربر وبربر 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 والمطار بح. أول ما دخلت ما شاء الله ولن طادي النفاف، قلت ما شاء الله علي تبارك الرحمن. جدمي خضر جيت سرت الكويت وديت لهم المطار ويتبضى بها كل يوم تلم. أمور. استغفر الله العظيم، والله أسوي سوالف بتحرن صدق، لكن يا مطار بح يوميت. هي نعم مبروك بلاني، أموري طيبة ومصبح بخير وسهالة. وش لكم أنتو؟ من البارحة أول ما يتنزل وش ناطي وصرت أدور في الزراعة وظلمي عيل حتى الكشافات مبندات، لكن شو أسوي؟ بندينهن هدى وما رمت أشوف شيء زين ما زين، لكن الحمد لله الحين بنزل شفت الزراعة بخير اللهم لك الحمد. من شوي ابتدأ الوقت يحر، أشوف الورق الهمبة ابتدى يغل، شوفون سبحان الله. هنا على فكرة السنة العام ناتج تزهير الهمبة وايد كان قوي زيادة عن اللزوم. السنة أظني 10% من تزهير العام السنة مزهر الهمبة في كل الدولة، يستوي في كل الخليج على فكرة. هاي يسمونها هفات. سنة أي ناتج قوي في الحمضيات وسنة لا أخف، سنتين ينقويات على تلا وسنة خفيف الناتج. أتوقع السنة أقل عن العام 90%، لأن كمية العام مثلا تشوف الهمبة هذه مثل هالوقت شفت يا غير تحرها كشة عيوز بيضة لابجة بياض واحد. السنة لا شيء بسيط لا يذكر، شيء بسيط يعني. هاي اللي تشوفونه الحين ترى شيء بسيط مبشرات العام، هذا 10% من العام. العام ما تبين ورقة بيضة خضراء، كلها بيضتين وحدة كل الشير. لكن سبحان الله ترى الشير بعد يريح يرتاح الوقت يريح فقير، شو بيسوون؟ الله سبحانه وتعالى أكيد له حكمة في كل شيء. رب العالمين ما يسوي شيء إلا له حكمة، لا بد من الحكمة. وها واللي منكم يحب ورق هذا اللي يحط تحت الزراعة هذا أبوي لحد يلقطه، يخلونه تحته ويجولبون يرضمون الأرض بالورق اللي فيه. شيء وايد زين هذا، يسمد الزراعة روحه سماده منه وفيه. صلاح شوف حرمة تكلمك. باي باي. ليش باي باي؟ قولها هاو ار يو؟ يا جود جود. انت قولها هاو ار يو؟ يا يو ام جود. ار يو جود؟ اوسم. هي انجويينج ذس بليس. ها الحمد لله الحمد لله والله. عمي صلاح يلا صب قهوه حق ابو بخيت. لا عشان اوري خالد صلاح يعرف يصب زي. صب لي انا. ها حبيبي هذا اسد ما يعرف قلمه. اسد ما يعرف، انت تعرف. خذيها خذيها خوتي. يوم انزل لندن عادي نشوف خالد الخالدي. وصل الحساب الخالدي في الفور سيزن طال عمرك، وحطينا الحساب بنحطه رقم الغرفة، غرفة الخالدي لو سمحت. غرفة الخالدي حطيه على حسابه، ولأن احنا من هالعين جو هني
اكل سويت وعلى حساب الخالدي. هلا ابو محمد، كيف حالك؟ نسلم عليك من اسكتلندا، حياك الله. حياك شوف ابوي محمد. ابوي مو بغادي حلو نفسك ولا؟ السلام عليك ابو محمد، شلونك؟ هاي ابو محمد، جينا بيت ورد علشانك، بس مع الاسف جينا اليوم وانت طرت اليوم. ذبحتنا امي، ذبحتنا. وين ابو محمد؟ رحنا ورا، راح يمين رحنا ورا، راح يسار رحنا ورا. والله يا ابوكم التحراني ظاهر من بيتي من 20 سنة، تحرى من 20 سنة ظاهر. انا ابو حد يروم يتولى هالكذا؟ هي والله اني يتولى. هي نعم والله، شو كني تقول من 20 سنة ما ظهرت، يعني ما ظهرت في الحوي. هي والله 20 سنة وهالأمور طيبة والحمد لله بخير وسهالة. سرت وكانت هواية وتمشيت وعيدت من الله خير وأبدأ الأمور طيبة وكل شيء زين، والبلاد اللي جاي عنها من يا ربي عرياي. أنا وخاطري أجلس في الخيمة، وأم محمد من تشوف الوقت موخم لقطوا السامان شلوا ما خلوا شيء. يلا حنقوم بعد تشنزة في الميلس. هاي تشنزة الميلس هي اللي ما دانيها أنا. بعد اليوم بينا غداء من الجماعة، أو شيء بي اليوم مرخاري نمونتين، شيء جماعة غداء مدرشي وشيء بعد جاي، بعد شيء غير. شو ما شاء الله الفيفاي تبارك الرحمن. أكيد بعد السلام والعلام والأخبار والعلوم ما يندرى بهن، هل إنهن هاي منتشرات طايحات في البلاد؟ أنا أبوي من طرشات اللي هي جاتني على ما تشوفونها هالحرارات. هاي بعد هالمديل اللي فيه زين إنها يوم حق الملاس ولا الخاشوي نحطن هنيها على التكاليف والشوج كبار، يعني مش صغار، يعني الاستعمال اليومي يعني صلح نظيفة حق، يعني بتحط ست ولا بتندب شيء حق حد، ولأنهن وافيات ويملات شكلهن جميل، شكلهن جميل. وفيها الروز هبيايات بهبهو هاي اللي تخرخشن لا ولا يتقرقعن لا، يايات فيها الروز. أتوقع 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 العلم عند الله أن اللي مبتكر هذا الموديل حد من هالصور، اللي مبتكر هذا الموديل ذويق وفنان وراعي علم وخبر. هذا أنا في بالي وفي اعتقادي أن حد من هالصور اللي مسوي هالناتج، هذا من نواتج هالصور. مستحيل حد عادي يروم يسوي حد نمونة، إنسان عادي ما أعتقد. هابوي خدمة شرات، خدمة بوي هالصور، هاي خدمة الصواورة، هالصور ما يجيك الزين إلا من هناك، ما شاء الله عليهم. أعتقد بالعلم عند الله هي شيء فنان، كانوا يقولون ما شيء أحجام إلا هالحجم الوسط الاستعمال اليومي، يعني ما شيء كبار. أتوقع أنا بعد لو يسوون أحجام وايدة يعني كبار وهذا بيخترب المديل، أتوقع شيء ستاندر سووه حجم واحد حسب اللادمي. ما مشكورة يا أم محمد، بعد هيك عزرت لا تطري، ما بنطري. يلا أم محمد مليون وحدة أم محمد، شكرا يا أم محمد اللي ما يمنش إلا كل شيء فنان ومميز، شكرا جزيلا. لا بعد متلومة تقول ما لقطت لها هي الآخر خمس، وإن شاء الله نيان زيادة بناخذ لك منهن. بيني وبينكم قلت لها شكرا، لا ما يحتاج منك، لا والله يحتاج ونص عن أبو. يلا أبوي أنا ما أدري بهم وين الحرارات يا ياتني هدية أحينا ألف ودي قايل لكم يوم بتشوفون شيء لا تخبرون هذا من وين، إذا أنه معروض للبيع بتلقطوني حاط وين، يعني إذا اللي جايبتنهن تاجرة ولا وحدة تبيع وتشتري بحط لكم من وين لك. والله يا أبوي ما أدري يا ياتني هدية من حرمة، أخيل أقول للحرمة من وين يا يات جايبتنهن، معلوم أني طرشت رسالة مبطنة أن ما يسد وأن أبطغم أكثر يكونن
زين يا غير لك انا اخيل اسالها من وين ان سالتها من وين بتخبرني ازت الله ابوي بفلس برد اشتري من جيبي وشي شي فتن غلايه ولا في ابوي اشتري الغالي انا ما داني اشتري شيء غالي عيبني يوم بيني مال بلاش هي نعم تقولوا ما قلت لكم هي لا تنسين الله بعدهم مصرين نبى رقمها لبطرت ابوي هاي كمبانية من كمبانيات الكبار هاي ابوي ما تبيع هاي ابوي تاخذ وتجسم هاي لها بغايه يا الله يحفظها زين وابوي هاي ما تبيع عطنا رقمها يا الفضيحه بعد عن شر رقم ام محمد بتستاهل بيادونك يا الله يحفظها مشكورين يعيبني يوم حد يندب لي اكل بالاخص اذا اكل من مشاريع منزليه مشاريع بالاخص اذا مواطنه وانا اعرف يدانها وين جايين ومتنتين فلذاك يسعدني لاني اعرف يدودهن واعرف انه يدودهن ايام الدنيا خد كل خدمه تمغاويه ما بالك الحين عقب التطور وعقب الفضل اللي نحن عايشين فيه من الله فاحد المشاريع هذا مشروع منزلي اسمه باستي يخدمون كيك بجميع الانواع نحن شو طلبنا قبل هم طلبنا هم طرشوا هاي كيكه الفليك مثلا وشي قبلها كيكه التوت وقبلها بعد كذا ندبوا كيكه الرهش وكان شيء مميز وجميل ويخدمون الله يحفظكم ميني ساندويتشز بجميع انواع هذا اللي بعد حتى الخبز الصاج صغيرونات يخدمونه للمناسبات للاحتفالات اعياد الميلاد البوفيهات كل شيء عندهم والمميز بعد عندهم الله يحفظكم بعد اللي هو ورق العنب شيء نكهتين نكهة بدبس الرمان والنكهة الثانية اللي هي باللومي بالثوم اللومي والخل وما الأشياء هاي ما عارف عاد شو المهم إن شغلها ريحته خنين وخنين ريحته ومميز يعني هذا مشروع منزلي الله يحفظكم مش مال مطعم لا المطاعم كلها خير وبركة لكن أنا أحب أظهر المشاريع المنزلية اللي يميز الموضوع عندهم أكثر وأكثر وأكثر إنهم أبوي عندهم استعداد لتغطية المناسبات خطوبة ملكة اختان تلبيس دبلة اللي هو أي مناسبة عيد ميلاد تخرج يسوون شيء خفيف وغاوي وفنان وظاهر من بيت زينه ومن بيت فنان الله يحفظهم ويبارك لها إن شاء الله هالبنية انزين شامبي شو الأخبار شو العلوم رقم واحد لو رقم اثنين انت ثلاثة لا رقم ثلاثة يعني ما في سترونج رقم واحد هذا الزين يا شامبي هذا ما يجي ورد فلورا؟ فلور ما يجي ورد ما شاء الله وبيبر يجي جديد إيه بس مدام ما زهرت لين حينها ما ظني تزهر هي لك قايل اللي البيرق أظني شهر 5 العلم عند الله هاي اللي هو اللومي الكافيار أتوقع قال لي شهر 5 وقت تزهيرها أظني والعلم عند الله نسيت الحمد لله يوم أقولكم السنة هاي مثلا العام شال بعور عينها ثمرها أكثر عن ورقها السنة شوفوا بس خنبول واحد مسويه ماشي السنة كمية الازهار في الهنبة وايد بسيطة زيادة عن اللزوم كمية الازهار لكن الحمد لله يعني هاروحها يقولون هالأول سنة للجن وسنة للبنادم بنادمين اي والله يقولون مساكي ترى الأول بعد معتقدات عندهم ان سنة للجن هل الأرض يثمر لهم في الأرض وسنة للبنادمين وهاي أظني سنة الين السنة الثمر حق الين صار اللهم لك الحلوة هذه ما أخذ إلا نصيبه وين سرت أنت وين سرت عني وين ساير وين سرت وين يصير وين يروح هي موجود شكرا هي والله الأمور طيبة وكل شيء زين الحمد لله نسبة غل الورق وايد كبيرة وجميلة وشيء مميز وفنان السدرة زخمية جايتنا من عند سلطان من هالمقيوين سلطان القيوان القيواني طرش لي هنتين هاي النوع يقول للنوع شرط اللي عندك لكن هاي نوعيته رويانة
ما تيناس في من الداخل. لكن شوفها شوفها اخضر يجي مني هذا، انت خلي ماي زياده، هذا اذا ماي زياده ما في فايده. شوف وحين هني ها شوف هذا، هذا لازم تشله تحت التطعيم. شوف التطعيم من هذا وفوق، اي حد زارع زراعه تحت التطعيم اي شيء يظهر، شوف هاي لها قصيناها الحين نحن، اي شيء من تحت التطعيم يضعف الاشياره، اذا فيها قوه تصير فوق. اي شيء فوق التطعيم لازم ينشل، اللي تحت اللي تحت التطعيم ينشل، واللي فوق التطعيم يتخلى. هذه هي الجديده، واللي تحت القديمه، القديمه ما بزين تكون تظهر، لانه تطعيم الام الاصليه هذا هو اللي ما بزين. تمركم غلى الورق الجديد السنه ما شاء الله قوي الحمد لله، تعطيه قوه ونشاط للحول. للحول الله سبحانه وتعالى له الحكمه في الموضوع هذا، سنة تتقوى الزراعة، وسنة تصير القوة في الثمرة، وسنة تصير القوة في الشيرة. وحد من العرب يقولون لا هذا السنة نصيب الجن، وحد من العرب يقولون سنة نصيب الجن وسنة نصيب الإنس. كلام ينقال، هل أنه خزعبلات صدق كذب؟ في ذمة في ذمتكم أنتم عاد، أنا ما يخصني. الطيور مخلت لنا تين نطعمه، بنطعم له وحده ها مخرنها مخار. الأول أحط لهن سيديات، الحين سيديات ما أدري بهن، يوم تعلد بدال القرطاس القرطاس تعلد سيدي لازم يصالق، وتتروع يتروع الطير يوم بيجي، يتروع الطير من يجي يتروع. هي والله ما تشل من الورد لازم يرد مرة ثانية، لازم ها شوفونه تسحل سحال ما تخليه ولا واحد منه، وهاي الضروري حق يصير القو. عوين من هالصغار اللي خبرتكم عنهم ما تقصه، لا تخليها النمونة تحس حس، ما تخلي ولا وحدة منها، لأن أنت مرت همباء وحدة تازم أبوي اللم من دلعه من دعله تازم أبوي ويا الأرض. شو حين تازم تصير في قو ورق جديد، هاي عاد شوفوا حين اللومية هذه تبى تعيل على الهمباء هذه، تعال هاي قطع من هنا هذا هذا ها قص قصة ايه قطع من هنا هي طرف هذا، شو نسوي عالت على الهمبة هاي يسمونها عائلة ليه تعيل هذا، هي حتى لو في لومي شو بنسوي، عندي الهمبة هاي أهم عدو حليلها، هاي منها من من لومي العين، من لومي العين بيت المقام يا ابنها مسنين وتامة فقيرة، ايش بسوي روح عالت على الهمبة بندبها، ليعيل يأدبونه، ليعيل كان ولد شرى دابش حيوان، حتى الأول الدبش اللي عنده في عزبه ولا مربي هوش في طرف بيته، من يعيل التيس على دبش اللي من غير ينطحن له شيات نشا أبوي وقيدوه وخلوه أبوي مربوط في مربعة في الشمس دند، يقولون عليه يوم يشوفون تيس مربوط اسم مربوط ولا خروف مربوط، قال ابوي ايه حليله هذا في الشمس مأدبينه عليه دند، الدند يعني تأديب تأديب صاحبه شامبي ها شوفوا والله شامبي يصحح له ما يعرفش الموضوع تصحيح ما لحد، اي والله خير ما يخليها. زين ايش تبانا نسوي؟ شو تبانا نسوي؟ من يبلغ شيء كلنها الطيور كلنها الطيور كلنها الطيور الا ما شاء الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الواتر اب اللي قلنا لكم عنه، شكر ريج شكر ريج شكر ريج، هذا الواتر اب اللي خبرناكم عنه، هذا حين موسم عادة، هذا موسم الواتر اب تبارك الرحمن ما شاء الله، هذا موسم غاية الحين. هذا شو اللي الحمر هذا مرة غاية الأكل، كم من حط لنا من هاي السيديات، هاي بار سيدي إذا تحط له سيدي والله ولا ينقربه، لكن ما عندي ما ادري بهم وين السيديات، الاول ما اكثرهن ما اكثرهن السيديات. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله، حطينا جميع القراطيس الطيور مخلياتنا ما مخلياتنا هاجمات هجوم شرس، نحن الطيور نحن عادياتها الطيور اللي عندنا الطيور ابوي شرسات عباره جرانيس ما ب... ما ب... ما بصفارد ولا طيور، هاي حلهن هذه طيرة الناس اللي من غير طيورهم عاديه تقول لك كش ولا شيء تسار، هاي ابوي ابدا شراسه اللي في الدنيا كلها فيهن.
اللي منكم عنده ابويه سدره وتشد يمها مره اخر شيء خلص ابوي موسم السدر ومن التيم وتخلص عين من الله خير، لازم ابوي تحفر دور ما دارها وتكرمها، تكرمها ابوي بالسماد يوني ولا يونيتين لو ثلاث دور ما دارها وتكرمها حق السنه الجايه ان شاء الله ترد وتعطيك اللي الله كاتب منه. نعم. سلام عليك الكريم، سلام عليك لي وديه. ايوه عليلها هاي هي على صديقتي، كل يوم اسلم عليها. شو ما شاء الله تبارك الرحمن، شو ما شاء الله، شوف شو ما شاء الله الحجم ما شاء الله، وفي بلاد ما يغريها النمونه، في بلاد ما يتعظم، نحن عندنا متعظم ما شاء الله تبارك الرحمن. شو ما شاء الله قام يتعظم ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله رب العالمين، روح نعمة يبقى لها حمد وشكر. شكرا شكرا يا شامبي، شكرا شكرا على مجهودك. شو هالبنات السنة، هل تشوفونهن هالبنات السنة؟ شو ما شاء الله هالسنة مزروعات، هاي الحين كم شهر؟ شهر 9 و10 و11 و12 و1 و2 و3 و4، الحين 8 شهور، هل تشوفون بنات 8 شهور؟ هاي الحين بنات سنة وثمان شهور، هذه اللي تشوفونها على عن الدار سنة وثمان شهور عمرها، سنة وثمان شهور، شو ما شاء الله يدعها، سنة وثمان شهور. هاي اللي تشوفونها الحين هاي السطرة كلها بنات 8 شهور، بين هذه وهاي سنة الفرق تبارك الرحمن، كلهم ما شاء الله تامرات وكلهن رقم واحد، وبذرهن ميوب أبوي من كيرلا من الهند، مركز الأبحاث مالهم مال تجويد أنواع الفواكه اللي عندهم، هي عدلوها شوفون بنات السنة هذين، شو ما شاء الله بعد ياتي يتمرن. حمل وقت على الشير كل من زان، كل من حمل وقت كل من زان، حينه ما بيحموا ها كل الوهية ترى يستوي غلط، لو ساعات تغفل عن الهمبة اتيها تلقطها مني ولا مناك، شو هذه حينه هلو تتم بتخترب، كم ما شيل شيل عقه والله عقه. لا بابا هذا شخص يشوفه كبير، ما شيء شو كبير، فتازم من ضعيف لو تخلي حتى وحده ما شيء فايده. انه العابد هذا شوف ما شاء الله، شوف مكبر هذا لين قبل شهرين لين الركبه، شوف ما شاء الله حينه مرهان وكل شيء، هاي يوم ينزرع على الموسم، فلذلك اللي عنده بذر في فاي وبيبذر يبذر في جرين هاوس شهر 7 و8 و9، شهر اخر شهر 9 من يطلع سهيل يظهر هنا ابوي من الجرين هاوس يخليه تحت مظله لمده 15 يوم لين يصير انه يعطن وياخذن على الجو، عقب ابوي يصير تنزلهم في الارض، شهر 10 ضروري تنزلهم في الارض، من تنزلهم في الارض تازم صحتهم قويه وبخير وسهاله يغدن هالنمونه. هي نعم تمام 100% رقم واحد، شكرا يا شامبي، ترتيب مالك رقم واحد، واحد دقيقة ما في غلطان. شوفون هالكبار، هاي العاضد الكبار وحدة هنتين ثلاث أربع خمس، هاي الكم وحدة، هاي الكبار هاي تشوفونه ها مفروض ينعقن، لكن ما هانن علي لأن ما شاء الله شاله ثمر وايد وينشن، هاي اللي تقون تحتن، هاي تشوفونهن ها مفروض يغدن على الأقل مترين طولهن لمزروعات شهر وقت ظهور سهيل. ليش ما قدن وايد كبار؟ لاني خليت هاي الامهات خليتهن فازما تحت الظليل، هذه ما تبى شيء تحت معاليها، الفيفايه ما تبى شيء معاليها، ما تبى تزرعها تحت نخل ولا تحت لومي عسب يتظللن، لا ما تثور، لازم تشوف السماء، ان شافت السماء ابشر بسعدك، وما شافت السماء بتازم ابوي مساويه الارض ما تثور فوق. الحمد لله رب العالمين، نعمه كل الشيء رب يبى له اهتمام، الزراعه له اهتمام يبى لها محبه، يكون انت تحب الشيء هذا، الشيء اذا انت ما تحبه كان اكل كان شرب كان رسم هوايه، اي هوايه انت ما تبدع فيها ويكون حبك لها مش من الخاطر ما شيء فايده، اذا انك انت ما بحاب ان هالموضوع هذا
ما 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 تجيد به اي شيء، ما في اخلاص، ما في شيء بالقلب ما تجيده. شكرا شامبي، يلا شامبي تغديتوا؟ لا يا غدا ابوي من برا دنيا والدين. يلا خبرنا فرات يجي كلش. What is this now؟ ها شو نمبر 1 اور نمبر 2؟ رقم واحد. هذا يوم اقول لكم انا احب المحل بالمشاريع المنزليه يوم يشتغلون شيء يسوون شيء ما خطرهم. هذا اللي تشوفونه احد المشاريع المنزليه، تاجر الصغير او تاجر المنزلي او تاجر شو اسمه ما يقال عنه تاجر ابو ظبي او تاجر، المهم النشاط المنزلي. شوفوا يتطور لاي درجه يوصل، يوصل الى مرحله العالميه. شو السبب؟ مع التطور، مع الاتقان، ومع حب الخدمه. شوف ها مثلا مشروع منزلي، شوف هذه ذبيحه كامله، ذبيحه كامله فوقه نعيمي عربي في بيت، هذا كله خدمه بيت، مشروع منزلي. الله يحفظكم اللي تشوفونه، ها كله سيفود، هذا اللي تشوفونه كله سيفود. شوف الاحجام، ها اخطبوط بكبره خطر عليه يرمس، وشوف الربيان. لا تقول بتروح في ريحه سهج ولا ريحه سفره، شوفوا زين. ناهيك عن القبقوب اللي من داخل، شوف القبقوب انتم، شوف العظاعر، هذا كله مشروع واحد، بيت بدقوسه بروبه وبعلمه وخبره كامل. هذا الحين بخبركم شو الجديد عندهم. هذا اللي يقال عنه مدفون، هذا صحن مدفون، وهذاك صحن مثل ما خبرناكم أنا، هذاك هو المدفون زين. وهذا طبخة ثانية يسمونه حنيذ، هذا أعتقد يشون على الحصى، ما هيك عن اللبستر والسلطات كل هالأشياء، هذه كلها مشاريع منزلية، مشروع منزلي. يوم 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 التاجر المنزلي يجتهد ويحب شغله فييك شيء وايد جميل. سوري عفوا، what's wrong with you؟ Good. Good. Yes. You talk Arabic with me. Dubarka. Yes, sir. You will eat. Inshallah, I will eat today. واللي أهم شيء ضروري اللي من الشيف، يوم أقول لكم من الشيفة الأكل يبين إنه طيب ولا ما طيب. فشوف الحمسة كيف تستقبل. كلية تف. ما يجي ميطني وميطك. شوف شو قاعد يبلها. شوف الحمسة شو قاعد تلف. وريحة خنين وفنان وماشي شراته، شكري عيناته حلو اللمنة وحشوت وكل شيء. عيالنا ما شاء الله تبارك الرحمن يظهرون الرخصة لمشروع بسيط عادي، لكن يوم جاء التشجيع من الحكومة أن التراخيص بلاش تغدي، فيستوي الإبداع، فيستوي الإبداع، فيكثرون من المشاريع، يكثرون النوعية ويخلون كمية الجودة تغدي عالية. فيوم تغدي يغدي الأكل جيد فيوصل إلى موضوع مشروعهم إلى العالمية. فشوف سبحان الله ما يتنقون الشيء العادي، لا الحمث تمتي كلها مشحم، الشحم مخالف اللحم، فلذلك يزيد الجودة. هذا اللي يفرق بين يوم التاجر الصغير او التاجر الاماراتي. مشاريع المنزليه تغدي جيده، شو السبب؟ يوم بيستوي الاجتهاد من التاجر روحه، بيجتهد في المشروع، بيشيخ، بيغدي ماشي شرات مشروعه، والله بيطرح له البركه. بالنسبة للي يتحرون شيء يتم، نحن أبوي ما يتم شيء عندنا، غدا أبوي يتحرى جاينه أبوي غدا كله كعصف مأكول، ها كله، ها غدا أبوي ها كعصف مأكول، ها بالله أزمو يتساعلون أبوي غدا كعصف مأكول، كله جسيم شرق وغرب وما عندك دونك، يعني ما يتم شيء منه. نحن في البيت ما نخلي شيء يتم، نحن في البيت ما نخلي شيء يتم، اللي يزيد نجسمه صاحب وصديق والربيع وعمال وشرق وغرب، ويسد ويزيد ويغدي رقم واحد. هذا كله فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى.
والمشروع وايد ناجح ويتشاهد وطعمه فنان ولذيذ، لا فيه سهج، لحم تترفه ونظيف وشغله يعني متعوب عليه، ما يدرها رجال يخدمه له حرمه، لكن مشروع منزلي وايد جيد يسدك الديكور هذا. ها باخره باخره كم مكبرها. مساكم خير ونور وسرور من هالمكان الفنان. أنا الله يحفظكم في فندق فيرمنت باب البحر في مدينة أبوظبي الجميلة، جاي لتغطية معرض إن شاء الله. المعرض المفروض قبل ساعة لكن تحيدون ييتنا شوية أخرت ولين جهزوا وأذن المغرب، قلنا بنصلي وبنيكم. على حين صلينا وعينا من الله خير وذكرنا ربنا وبنبتدي في التصوير، بندخل الفوج للمعارض وبنصور عندهم، بنصور بوثات. البوثات يقولون والله وايد هالمرة هاي، يعني المكان ما تروم تمشي من كثر البوثات، لكن الله يرزقهم ومواطنات يستاهلن الدعم، والله ييسر امورهم ويحفظهم. يلا بنرمسوا وياكم بعد شوية. ما طاع يصور، قلت يا ابو قميض عايبتني كندوره كلاسيه وسفرك هالبيضه وهالفنان، ما طاع يصور عقب زور حيل طاع يخليني اصوره. والله مليون مرحبا. الله يسلمك. ابو اليافطه اللي حاطينها هذا فوج شيء جميل، وترتيب ترتيب ترتيب رقم واحد، كاتبين بكل شيء، كل شيء مكتب، كل شيء مغنن، كل شيء معدل، كل شيء مزين. لكن شوفوا عاد هني هذا ابوي لي وجه الماشي، يا سلام سلم ليت تبو يوم يابت يابت 75 واحد شراتك. الباجيات ما يخصني ما شاء الله عليها، هاي بعد وحده من للنساء فقط، لطيف الشامسي زين، وخالد الخالدي وشهد، ها كلهن ابوي داخل، كلهن ابوي داخل. وهذا ما شاء الله عليه يا العدي جاي بفريجه. يا مرحبا بالساك، الله يسلمك. كيف يا بالاهل يا بالاهل حشروني عاد المعرض كلهم وعطنهم كاش ولو كارت بطاقه عندهم. الله المستعان. الله يكون في عونه. عشرتنا نبنسير نبنسير. وين بتصير المعرض؟ المعرض حق الخالدي. يا الخالدي يعني الله يسلم بارك فيك، تروح لبركه، تستاهل من العيال، تستاهل كل خير، تستاهل كل زين. الله يعطيك الله يبارك فيك يحفظك شيخ. أقولكم هالبنية الفنانة اسمها خلود المزروعي. خلود عرفي بعمرك عادة أكثر. خلود المزروعي، نحن من المنظمين لمعرض فوغ. طبعا معرض فوغ من يبتدي من تاريخ 8 إلى تاريخ 10 أبريل. موجودين نحن في الفيرمونت، فندق الفيرمونت باب البحر في أبوظبي. طبعا المعرض بتنظيم شركة تيبرو المصممة الإماراتية مهر حمدان العرياني، اللي مصممة المعرض كامل. فحياكم الله في المعرض. مرحبا، شو سهل. الله يسلمك وننزل. خبري هذا شو هالمكتب هذا كله؟ هذا الأسماء البوثات اللي مشاركة في المعرض. هذا أسماء البوثات؟ نعم والله. هي أول مرة أشوف معرض شيء كل البوثات بالأسماء بالأرقام عشان اللي بيجي يعرف وين يصير. والله ترتيب فريد من نوعه جميل. طبعا عندنا المشاهير، طبعا عندنا مشاهير الميديا اللي بيغطون المعرض. شهد هير ماجستي. ما شاء الله. شو يعني هير ماجستي؟ هير ماجستي يعني بالانجليزي هو. وهذا الفنان هذا الفنان طبعا غني عن التعريف. حافظ. الله يحفظه ان شاء الله. والبلوجر لطيف الشامسي بعد. من اليوم والنهار. الله يسلمك. تيب الحين اللي عدري شو ماله؟ هاي شركة تيبرو. هي نفسها اللي حاطه. نعم. فوق هذا؟ نعم، هم شركة تيبرو اللي مصممة مهرة ما شاء الله العرياني. ما شاء العراينة يا بوش، مبونهم فناني مستوى الدنيا، حدا شد عنهم. العراينة العراينة يا بوش روحهم حدا شد عنهم، ذكر منهم والانثى الله يحفظهم. فهم اللي مسوين كل الديكورات. شيء جميل يعني، رائع جدا، شيء ضخم يعني مش شيء بسيط. فأول بوث طبعاً البوث داس. هذا اسمه داس. داس كولكشن. ما شاء الله داس يعني قو، يعني فخامة، يعني بويه
يوم يقول لك ما تنقز له السمين هذا يقول لك هذا حلو. يطرون داس داس حيث ان كل شيء فنان وتول داس يعني تول ما يبالك هلا وطر. المحل اسمه شو؟ البوش. البوش جلاليبهم عندهم جلاليب جلاليب وعذي هذا محفظ. This is by Love Design. يا ليت لو بالعربي عادة. أوكي عندنا كفتانز وهبايا. أظهري شيء من هذا. وهاي الأكل بيج اللي وراء لو سمحت. عبارة عن شو؟ هاي عبارة عن عبارة نفس اللي. وهاي الأكل اللي وراء الأخرانية آخر واحدة. Dress. شكرا جزيلا. شو اسم محلكم؟ Elegance La Moda. شو اشياء ثانيه هاي الاوليات؟ اول وحده اول وحده ظهري وهاي اول وحده. هاي فنانة شكرا. أسعاركم من إلى؟ من 1200 لين 1000. بريدي احنا عندنا برينتينج هاوس بنطبع الماتيريال حسب الديزاين بعدين بنحط عليه الشغل. شو أسعاركم من إلى؟ أسعارنا تبلش من 1100 ل 1600. زين هل فصوص كلهم ب 1100؟ لا. زين كم هذا سعره؟ 1400. زين يستاهل شكرا. أهلا وسهلا فيك. شو في عندك العباية؟ أكثر شيء عبايات كل عبي يعني أي شوي جلابيات. صورنا الكرت صح؟ أي شكرا. نحن جلامور ديزاين عندنا مغربيات حرير عندنا من البست سيلر هدول. أسعارك من إلى؟ 1500 ل 3000. وليش الصاصرين عملت؟ علي حسك احنا من 1500 ل 3000 بس الحرير على 1500 كلها. زين زين الشغل هاي في الامارات ولا من برا؟ من برا من المغرب. ما شاء الله المغرب ابوي ما يجي من هلا كل. زين ايوه هذا بوتيله. شو بعد شيء غير؟ والله تعرفين ان في راح يستوي معرض دولي من المغرب في دولة الامارات ارض المعارض؟ تعرفين ولا ما تعرفين؟ جاوبي لازم تخبرين ربيعاتك كلهن. شيء معرض بيستوي في ارض المعارض معرض دولي. هي لا تقولين ما حد قال لك. خبري المغربيات كلهن. الله بفور مغطيات على الرقم. ايوه اي الحين رقم واحد. ثانك يو شكرا. عليك كيف حالك؟ يا سلام يا سلام الدلع يا بوش الدلع. شو بعد عندك؟ عندي عبايات. ايه ويعلي حسك أسب العرب كلها تسمعك. في جلابيات. إيه. في عنا عبايات. زين رقم واحد. والكرت وين؟ هذا كرت. هذا كرت. شكرا جزيلا. شكرا. أنت من هالوين؟ أنا. إيه. إنزين أبوي هاي أبوي ترى أبوي هالبوت هذا اللي تونا صورناه مر واعي عيمان ما بصورك ما بظهر ثلاث حاتين ويدك مين؟ هي فاطمة غانم العصر يدتها هاي عادة راعية البوت. صوري بيديك وليومك ما في مشكلة خطك مباح يعني الله يحفظك. السلام عليكم حليبها. شو اسمك؟ هي صوري بعد موسكو. موسكو ما شاء الله عليك حيا الله.
الله يحييك، كيف انت؟ شو عندكم شو عندكم شيء مميز؟ نحن مشهورين بعبي الاعراس، اكثر عبينا المعروفه مال المناسبات، احنا من 12 سنه تقريبا. هاي من هنا؟ هي روعه، هاي اشد عن الروعه. هذا اسمنا، هذا اسمها. وين الكرت مالكم؟ وهاي عباه ثاني بعد ان شاء الله. مريم مزروع وعاش الجمهور. والله وندع مليون. برأيك أنت تصورها ولو ما تبل؟ ممنوع؟ قميض أبوي ما طاعني خلني أصورها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. عندنا واسطة العباد ثاني ولا لا؟ هي هي. أوكي. بعد عباد عبد مقير، هاي أبوي كلهن أبوي أغلب عبيكن حق المناسبات. حق المناسبات. ما شيء ديلي يوز الاستعمال يومي. ديلي يوز بنراويك الحين شيء منها. إيه يلا عاد بسرعة. يلا. يلا. بعد. يا سلام على نيلة اسمها؟ ميلة. ميلة. Thank you ميلة. Thank you. I would daily use للاستعمال يوم. آه ديلة. أيوة. يا سلام على ديلة. Thank you ديلة. Thank you. Thank you. راح نشوف. سلسلة. عندهم جميع الاكسسوارات. محلها كل الاكسسواريز عندهم. بعد مشاركين. مشاركين في المعرض، المعرض ما شاء الله ممزور لين عينها وادي يميع الحريم، يعني حتى عسبتي ما أخذ حذري ما فيه منزلين يميع القوانين، متحلفين للي يصور بلي ما يشاور. أيوة. هذا فلج كلابة. يلا. زين. شو شيء ثاني بتطلعين؟ يا بس العبامة تشيخ على هذا تبى كندورة بكسي يا ربي. نزيل بعد. شكرا. يلا. السلام عليكم، أنا مصممة اسمي ميثا الأنصاري، نحن دارسين فاشن أند تكستايل ديزاين أنا وبنت عمي هني. ما شاء الله. هذه تصاميمها. ها كلن عبية؟ جلاليب حق رمضان. أيوة. ليه لو تطلعي ما بصورك مايا، ما بصورك، مستحيل اصورك. ايوه طلعي اللي الثاني، هاي مهات الذهبي، طلعي كم من وحده. ايوه والثانيه هي هاي. هاي شو هاي؟ اول وحده. اول وحده هذه قطعتين. هي شكلها وايد فنان. هي يلا عندك نص دقيقه، حاولي تظهري لنا اي شيء ثاني. هذا اخي قسمي انا بنقطه كلمه. زين ها قسم شدي. ها قسمي انا قسم هذاك اللي عيب يتي كان بس. يلا زين. وهاي لها ما العبي الجديده ما نكرهش الجديد. اها عندنا العبي الملونه تنفع حق السفر حق العيد. كرت مالكم؟ تفضل. هذا الكرت. زين شو عندكم محلكم شو فيه؟ عبي. محلها بس ابوي عبي. شو شيء طلع شكل طلع كم حر طلع عبا ولعباتين. يا ربي. أيوة زين شكرا. واحد ما قال تعال أشوف شو مذكر. يس واسف. إيه هذا بس جلابيات ها. طرب ما ترسم على ضغط. هاي حية الفاد. ايه هاي تعرف. شكرا. بوت هذا اسم الماركة مالك. شو عندكم؟ WM it's all 1000. انزين. Any piece 1000؟ كل قطعة بوي بلف ما شي بوي أقل. Wedding abayas 1500. ايه مالات العراس بوي على 1500. يصير منك حق تظهر في التصوير. أيوة الحين عدل. زين شكرا. هذا ابوي بوث دبليو ام وشيفون. دبليو ان وشيفون. يلا what do you have here؟ كلها عبي دبليو شيفون وكلها شغل ايد واسعارها وحده كلها 1500 عبي. مالات اعراس لو مالات مو كل شيء
تبى مال عرس تبى مال طلعه اكيد صح. وكلهن ما 1005 ليش ستاندر حاطين السعر في السبب؟ خلاص ما حاطين عشان ما نعور راسنا نسوي ديسكاونت ما تسوون الا زين. شكرا. طول عمرك. عمرك ان شاء الله. مرحبا، نحن عندنا مغربي، عندنا قصات جديده، عندنا هيك موديلات ما مسوينا حق العيد. علي حسيت علي هي نعيد ولا نفس؟ لا بس يسد ها غاوي اللون هذا اللون الفرني حب الفرني اللون المحلبية الأصفر الفاتح شو اسم اللون هذا؟ هذا أصفر فيه ها؟ ليموني ليموني اسمه وحدة حية تفادي ظهرت فدت من هناك ليموني ما شاء الله عليها نحن من الشارقة ما شاء الله عليكم ومسوين الأسعار تبلش من عنا من 1300 ل 3000 زين شكرا جزيلا شكرا يعطيك العافية قالت ما ابقي اظهر قلت لها احسن طيب وين الكرت عاده قالت ما اريد اظهر قلنا لها احسن زين يلا تفضلي شو عندكم نيو كولكشن نيو كولكشن اوكي شو بعد غير الحين كل لعبي هذا مغطيه كذا اوكي ايوه عشان ما تظهرين مغطيه على اليسار ولا اليمين هب انت خليك انت وين ما انت مغطيه ايوه يك هي حيتي تظهر رقم واحد شكرا جزيلا بارك الله فيك شو اسم المحل مالكم فرفشه فرفشه قولي لي وين الكرت هذا ابي كرت الفرفشه هذا آه. بالمجلوب ولا مجلوب هي والله يا رب ايش اسوي الحين وين الجلبي وين العدل يا رب صدقني فرفشه هذا هم كرت الفرفشه طيب شو اسم هالمكان مريم الخلف ما شاء الله وانتي شو اسمك نور نور ما شاء الله عليك يا نور فنانه نور قرب الله تنور عندنا تصاميم فاطين مغربيه اساتير حد بس كلها شغل هوت كوتور عندنا هالقطعه يا سلام شغل بيور سواروفسكي هي هي وبما ان هديه حق متابعينك بما ان صار اسم مريم الخلف عالمي نعم خصم 30% تستاهل بصورة. تستاهل الريم شيخة الحريم اسمها مريم يا ابو شاي اروح بعد اروح شيء تحفه اسم غالي وفنان يا سلام يا سلام يا سلام حابين عادي نقدر نسلمهم على حسب الاوردر زين بارك الله فيك شكرا هذا الديزاينات كلها ابوي تبع مريم الخلف مريم الخلف ظهر اسمها من المصممات العالميات وصلت الى العالميه ما شاء الله تبارك الرحمن كل ترتيبهم يبين عليه فنان ما شاء الله ظهر الحمراء قرب الله تتحرين هسه تسمع افكاري يا سلام شكرا يوم يقول لك جايب كربه وليفه ها ابوي ما شاء الله عليها مستعدات اسمها مكوين هذا ابوي حطت عرضات ثنتين يلا انا ذا يلا قفضي إيه. بس حطينا الكرت قولي حطينا الكرت This is the prices what about the prices This one is 1,995 and this one it's only 2,520 for our new collection Thank you You're welcome أول بعد شو اسمك شمة شمة ولا تشمة شمة 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 في أي صف مايا ثاني ثاني أي مدرسة تحت المدائن في وين؟ بالرأس الخيمة ما شاء الله ما شاء الله سلمي على المدرسات مالاتك كلهن زين؟ مدرساتكم باطنات ولا موين؟ باطنة سلمي عليهن كلهن زين؟ ويسلم عليكم خالد الخالدي زين؟ شكرا هذا أول بادي هذا البزنس كارت مالهم يلا شو عندكم هنا؟ جلابيات هاي الجلابيات نيو كولكشن وهذا العبايات زينين صح؟ يس ثانك يو هذا بس انا بس نص كبرى سوينا لكم هالكبرى ايوه هال الموسى عاد هاي من هالبحرين سلام عليك عليكم السلام ايش حالك حالك كيف انت؟ يعافيك سلام الله يسلمك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي البسله هاي شغل هالبحرين؟ يس
البحرين عاد انا مكسر ايه العروض اوكي العبايه ما شاء الله ما شاء الله تعالي شي تعالي جاي ما تبي يظهر وجهك ما بظهر وجهك افتري عاده زين متخصصين اكثر باشياء العرايس والمناسبات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله شكرا جزيلا انت برايك تظهرين لولا ها ايش اسوي بن عادل حياك الله الله يحييك ويبجيك بزنس كارد شو عندكم هني محلكم؟ ادرسات شو راوين ادرسات طلعي كم من واحد بسرعه عندك اقل عن دقيقه ايوه حاولي تطلعين الوان مختلفه يعني ما بهذا عدال هذا شيء حمار طلعي بولصي ازرق ذني ايوه يلا شكرا يلا طلعي عبايه لعبي انت من هالوين؟ انت سوريا سوريا واه طلعت هالسوريا يلا اوكي زين شو بعد؟ في عنا عبي عراس هلا عراس ها؟ هاي راوين الباك مالها ظهرها ظهرها ايون هاي هدوب العين يسمونها ابوي هدب العين هاي عباد هدب العين روحي اللي سميتها شكرا شو اسمك؟ هالكرت كله هالمكان شو ماله شو عندكم؟ عنا عباية وهذا لكم بعد؟ كمان عباية شكرا جزيلا This is the home service tour located at Muhammad bin Sayed City. We are home service. Started the prices 180 manicure and pedicure only cleaning, 190 manicure pedicure with color. Also have treatment sir, diamond crystal. This is 225 hands and feet. Also the Jo Malone treatment hands and feet is 220. This is also treatment for the callus. This is good for the pregnant and have diabetes. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. What's your name? Marjo, sir. Who? Marjo. Marjo. Thank you, Marjo. Thank you, sir. Thank you. اسم المحل مالهم. Okay. زين. تفضلي. هني الأسعار تبدأ من 300 للفوق. من 300 وفوق. جلابيات. جلابيات مغربية. يا ريت لو تعلين حسك الله يبارك فيك. هني جلابيات مغربية هذه ب 120 على 120 يعني تاخذ 3% الوحدة. هاي أسعار تبدأ من 500 إلين 1000. What is the name for your boat? That is a thread atelier. Not here. The price is the 300 dirhams for this one. This is for the dress one. And then for the gown, this is 1,400. And this is also for the dress one. The new collection. Thank you. حل 16 سنة في مجال تصوير الأعراس 16 سنة عبارة عن استوديو فوتوغرافي للتصوير خدمات تصوير فوتوغرافي وفيديو للأعراس 16 سنة إنجازات والتميز عرض خاص فقط في شهر أبريل للأعراس 10,000 درهم تصوير فوتوغرافي ألبومات للحجز وين كار؟ يبدأ كار هذا بيكار هاي المعلومات كلها أكل المميزة اللي لفتت نظرك في مصر بذمتك في حد يعمل فطير بس بالسندويتش بالقشطة سندويتش فطير بالقشطة إزاي يعني كذا حق محسن لا محسن ده مصيبة ضربات يا تسمم وألدغ كمان ألدغ برا أشد عنك لا أنا مش لأضغى مش لأضغى خالص هذا أبوي سوتشي ساتشي ساتشي هذا البوث اسمه ساتشي هذا بس عبي صح؟ عبي ايه وعندنا بعد درسات بس ان شاء الله راح ينزل كولكشن جديد ان شاء الله في شهر 5 عندنا معرض فوق بيكون في شهر 5 تاريخ 22/5 ذا ويل كارت ماركم بزنس كارت موديلاتنا هذا منو للبوت
مالي أنا. والله الواسطة بنحط الشمدها أكثر. طبعا متابعين أبو محمد عندهم لهم 10 فيلميات. زين ما سوي له يلا خلي تظهر لنا شيء مال المناسبات. هاي فنان هاي ها. This one. And the other one. وعندنا هاي القطعة مميزة جدا. أيوة وهي مميزة والله. يعني اللي شغال عليها أسبوعين بس على القطعة الواحدة. ما شاء الله. إنزين. Hello. Hello. Good evening. We have endless bites. We have a truffle Rocky Road and a truffle Oreo. We have also dates with nuts. From the beginning. يلا here. يلا عادة. Okay. Endless bites. We have also Rocky Road, truffle Oreo, dates with nuts, coconut cake, and we have also pudwara kainab and musakhan, and also that one the kushari. How are you? Good. Good. Gule, say wallah. Wallah. I'm hello. قرب الله تاكل حلو. هاي لطيفة الشامسي سلام عليك. كيف حالك لطيفة؟ كيف انت؟ الله يسلمك. هذا بوثكم صح؟ هذا بوث انا صديقتي شمة. مال بوث شمة. زين وهذا البزنس كان وين البزنس كان؟ احنا مصممتين اثنين في ابو ظبي. ما شاء الله عليكم. وصيك على شمة. ما يبي توصي ابوي. ها حاطه هاي ها ما شاء الله عليك. يدورولك بعد. زين يلا. يا ذا اذر ثينكس. خليها تظهر اكثر عدد يعني تيك تو 3 يلا وي دونت هاف ا تايم ناو. يا ربي كم تطعطا تدلع حق شو عاد. ما يحتاج دايما ما يحتاج لا حياه لمن تنادي يا ماي. ما ثم قالوا حراع الباطنه مشطي ما مشطي مشطي ما مشطي عليك القلب ما مشطي. ثانك يو. زين ها Thank you. يلا سلام عليكم. شو وين الكرت مالكم؟ مخاوير باينوف. مخاوير باينوف. عندنا قطعة للأم والبنت نفس الشيء. قطعنا لبرتي لندن، القطن الإسباني، وعندنا القطن الريفولي ما ناخذ أي قطع. ما شاء الله عليكم. وين الكرت مالكم؟ هذا سناب. كم الأسعار من إلى؟ 650 وطالع في أقل. 650 وشيء أقل وشيء أقل. شكرا. خود عباية أسعارنا ما تتعدى 900 درهم. عندهم العبي عادة. عندنا للدوامات، عندنا للعراس، الديلي يوز، كل شيء عندنا. وعند الدرسات بعد 250. شكرا جزيلا. شكرا. الكريم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شو عندك بكربينة؟ عندي كثير درسات في نفس اليوم. يلي داخل البوث عشان ما يطلع الحلم له ها كل اللي العيد طلعت ترباز اللي وراء تركوز هاللي وراء ايوه اي والله وين الكرت مالكم في عندي كمان دريسات مورده لونه زين لونين كثير شوف هيك شكرا. Thank you. هذا الأكاونت مال هالحساب. ها شغل هنا. شيء عبي بعد؟ زين. شو حينا؟ احنا بريتي تايلر عندنا درسات وجلابيات لرمضان، عندنا جهز وتفصيل، شرفونا بالمعرض. إن شاء الله. ما تبي تطلعين أنت؟ شكرا. ليش؟ ما تبي. شكرا. مرحبا، عندنا هيدا الكولكشن، بعد في كولكشن للأطفال، ممكن تغيروا الألوان. شكرا جزيلا. انت شو عندك؟ احنا في عندنا عبايات حق العيد ايه
شكرا. شو عندك؟ قفطان مغربي. قفطان مغربي. زين. نفسي كل اوردر. خلي تطلع شيء من اللي داخل المعروف. يا ليت عاد لو طالعين بسرعة عشان أي شيء تبين يطلع بسرعة جاهزين لأن تجيب خلاص أوكي ما قلتوا لي شكرا. ما في لون ثاني أحمر ولا شيء لون غريب 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 في هذا أحمر العلماني كان أيوة شكرا thank you. هني عندنا جوهرة سعيد وعندنا ثوتس ديزاين. نعم. هما متميزات يسوون اللينن واللبس اللي يلبس أكثر عن طريقة. شو يعني مثلاً؟ يعني ضبطات مختلفة. يعني عندك هذا اللبس هم يلبسونه أكثر عن طريقة. ما عليه تطلع في التصوير؟ عادي. تبارك الله فيك. ها كل اللينن ها؟ كل اللينن يعني متميز. أغلبهم بس لينن ويناسبون الصيف. زين زين. وهني بعد نفس الشيء. طلعي حياك لو سمحتي اللي في البيربل هذا ايه العناوي ايه عيشو يبقى الازرق هذا البيربل بعد بطلع بيربل ثاني زي ما تسوين له زين شكرا جزيلا وين الكرت مالكن عاده هذا تصورهم صورة بصورهم حسن هنا عشان يبين موقعهم شو هذا عندك بن عندي عبايات زين تبي تطلعي انت ولا لا؟ لا انا هي بس زين يلا هذا من الكوليكشن الجديد مال العيد نعم في قصات من ورا ومن قدام شاهير في المنام يا سلام شوف بتظهر خلي تظهر شيء من عندك اللي داخل هاي بعد شي قصات من الكلوش كلها شغل هاي بعد من البستلر عندنا كلها شغل قصتها كلوش اهم شيء الكلوش شكرا البوث هذا ها وهذا البوث الثاني وين البوث الثاني شو عندكم توني احنا مشروع جديد الملابس الجاهزه عندنا ملابس تناسب رمضان والعيد والعزايم هبوي يا ليت حد يظهر هنا الحين يعني تخيل ما حد يشوفه يلا طلعتي اللي ما اريد اشوفه هذاك اللي بالبرتغالي هذاك اخر واحد ذا لاست وان يا الله من شيء قفوي ايوه ثانك يو اللي شفناها في لندن عيبنا على نعولها كان جوتيها غبر هاك اليوم اقول لكم ما زين المعرض وديكورات هالشركة أبو المكان اللي مسوين المعرض هذا ما شاء الله عليهم ما قصروا الكرت مالهم شو عندكم الله يسلمك عندنا عبي هاي درس مالكم وهاي درساتنا عندنا عبي ومغربيات ودرس نعم. وعبينا مميزة اكبعنا احنا كورية وشغلنا مميز احنا من الشارجة ما شاء الله عليك وشغل بنات البلاد الله يحفظك ان شاء الله مميزة عندنا كل شيء حق الدوامات نعم. وكل شيء عيد ورمضان زين واسعارنا حلوه متناول الجميع تبدا اسعارنا من 900 لل 1900 بارك الله فيك شو عندكم؟ انا درسات وعبي زين شوي لا تحركين يديك زين زين اسبوعك تبغى تقطر الرقم يلا زين يلا زين عبارة عن شو؟ نقوتي غير وجلابيات. إيه. في عندي جلابيات خفيفة حق البيت حق رمضان. وأسعاري من 200 إلى 350. بارك الله فيك. شكراً.
شو اسم البوت مالكم؟ محل بيوتي كوين. نعم. ونحن نعرض بضاعتنا في محل في دبي مول. محل اسمه ستوديو إيه، يعرضون بضاعتنا هناك عندهم. شو المميز عندكم؟ take out the latest collection. يا سلام يا سلام يا سلام، الصديق من برا ما زين، كل شيء صارك زين. سلم سلم. هاي لابس كعب لو بلية كعب حرمة. لا لا كعب. كعب. Thank you. هذا الكرت مالكم أنتم. أنتم شو شو. نحن عدنا عبي. نعم. وعدنا جلابيات رمضان. ما شاء الله ما شاء الله. عدنا قصات غريبة نتواجد عد ما مسير بس نقدر نسير العين بضبي الشارجة أي مكان. نعم. شو المميز عندكم؟ عدنا الخلق مميزة والقصات عدنا غريبة، يعني نشوف عندك هذه هاي جديدة مو موجودة. ما شاء الله. شكرا جزيلا. هذا ابوي البنت ويمها يشتغلن شغل مميز وجميل وفنان. هذا روحه ولا وينكم؟ وين الكرت ماله؟ هذا كرت بعد من غير. وهذا شغله. الكرت مالك شو محلكم؟ اسمه الكرخانه، بوتيك الكرخانه، عندنا عبايات. اها. زين تعالي جي تعالي جي حق بن حريم هناك بعد سيري داخل بور. أيوة أيوة. شو عندكم شو اللي يميز مكانكم؟ عندنا عبايات تصاميم عصرية، هي كلاسيك يعني وعملية في نفس الوقت، في نفس الوقت يذكر بس عزايم يعني. في هاي نيو كولكشن وفي هذي. يا يعني. go here. هاي عبارة عن جيب، أوكي، فيها شغل. هذا في جيب؟ هي جيب. شو هذا بو ده شو هذا بوكت؟ حركة حلوة يعني. هاي بوكت. أوكي، في عندنا هذه بعد. هاي شبهونا بلوجو عام التسامح بس حماكنا ما كنا قاصدين. يا بالصدفة. هي. عندهم دراسات وايد عملية وعصرية يعني. في منهم هاي الدراسات. في هني. جيم كان يو شو هم بليز؟ في يعني قصات عرفت عمليات وفيري سمبل يعني حلوات حق تحت العبايه تينين لبسن او حق السفر حتى عادي. وفي هناك بعد قصات مع شغل زياده يعني حق عزايم وحق العيد ينفعن بعد. هاي شيء ساده وتحتها مثل تنوره تلبس فوق. ما شاء الله وهذا شغل تقريبا زين. ارو ميلس عيستني عيستني والله يا ابوك ما يتوفى والله. عيل قايل لها كل شيء زهبنا وزهب العمار قبل ما يجي كل واحدة ظهر حسابها وظهر الأكاونت مالها وكانن وما زالن يطعطعن ويتسحبن وحدة وهنتين وحدة وهنتين. الحين شفتوا لي ياسات شوفوا الحين هاي كلها ملتماتها لم يا سلام يا سلام يا سلام هو 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 هاي هم يقولوا عنه حال يقول عنه اللي تبى اللي بني عدال بوته العارضات يدخلن داخل بوت حق ما حد يظهر. هاي تبي تدخلي داخل إنسايد. هي انت ساعات صارت من هناك وين هاي بزنس كارت مالكم؟ هذا ابو البزنس كارت مالهم عبار عين ابو هالمتد لا يونس ديزاين توينز التوام توينز ما شاء الله انا مختي ما شاء والله توام انت ما شاء الله الحين بصدها طالعها بطالع قدام اللي وراي ما شاء الله عليك حنسوي عدود رسال تعرفين هالياز ياز هاي الشيء الحشره تضرب تي النخل وتيز العذج وتيز وهاي راسة تحري ضرب النهلياز شو مي دباك نو دباك يور يور هاي هاي الياز ما تخلي الراس يوش هيوة هذا رب الله تا. بس زي thank you ظهرتوا العنوان مالكم هي ظهرنا هاي وهذا مرحبا أهلي. وين الكرت بالانس ها اسمه على انستغرام ايوه اوكي هلا حمد يلا عندك دقيقه اوكي هي. اول شيء بالانس بيعمل اوت كوتشر للمناسبه زي. بس انا لابسه ما شاء الله ما شاء الله زين وهذا كمان نيو كولكشن نعم كمان عندهم يعني بس بس كنت هلا طلع على الوجه الاول في عندهم كمان اشياء بسيطه لرمضان عندهم هوم سيرفيس اي فطار بتبعتوا لهم صورتهم هن بيعملوها شكرا
وين العنوان؟ بايكوش ديزاين بالفجيرة. زين، شو عندك بتطلعين؟ يا ليت تعلين حسك، عسب حسك مرة ما ينسمع. زين. شكرا. بزنس كارت وين؟ هاي صدقيات ولا كذبيات؟ لا اكيد. شو قلت؟ يلا شو عندك؟ عندي عبايات، عندي جلابيات، عندي عبايات. انت مصريه؟ رحت وياك توني من مصر من يوم ما شفت هالنمونه الشلقه والبلقه هناك. احنا موجودين هنا. قرابي اي والله. زين. بلت بحط شغل على الايد، بحط في عندي الوان كثير، اليوم بغير الديزاين بغير. شو الالوان عندك غير؟ الحين بس القلابيات عندكم صح؟ قلابيات وعبايات. زين. انت ظهر العبايات الحين. شكرا. شكرا. الساعة 12 الظهر لين الساعة 10 في الليل. اليوم بكرة ورا بكرة صح؟ نعم. هي. تاريخ 8 لتاريخ 10. من تاريخ 8 لتاريخ 10 المعرض في فندق فيرمنت باب البحر في مدينة أبوظبي الحبيبة. المعرض في منتهى الروعة، كل شيء فيه ما شيء من الأشياء العادية اللي تعيد عمرها تدور شيء ما سوق الصنادج التي اللي وحده ممكن تدور شيء قوم كشرة أبو عبود ما بتقطع هني. الأشياء الموجودة كلها أشياء زينة وفنانة ومن هاي كواليتي، يعني مش من الكواليتي العادي. يعني المعرض مكلف وطريقة التصميم الجميل، ترتيب البوثات وايد واضح وكل شيء محطوط بالترتيب، شغلهم وايد فنان وكل زين. هذا شو حيلة؟ وأنا فاشن الفساتين المغربية. الله، شكرا جزيلا. أنت من وين في المغرب؟ من أي مكان؟ من وين؟ بني ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. شكرا جزيلا. شيء طبيعي هذا المهندس منهل ابراهيم يتريى خارب الفاصل. الحين ظهرت خارب ويسوي فاصل، تعبت قلت بيل اسوي خاري على الاقل له 5 دقائق اسولف وياكم عن خاطريه عرمس عين الله خير عيزت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اكثر عن المعرض القبلي باربع وديات. ما دريت ولا كان لو يعني بقول بتغطيتكم باي 3 ايام. امر مرور الكرام ما يصرفني، لازم عيبني ارمس ويا العرب من خاطري. مرور الكرام تشك 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 ما لا ما يستوي، يعيبني ارمس اسولف وحول اكثر عن 100 بوث ما شاء الله. هذا الادمي ابو اللي مسوي هالتصميم ما شاء الله عليه، مبدع، كلمه مبدع قليله عليه اللي مسوي هالمعرض. شو اسم المحل مالكم؟ فلفت عباية. ها؟ فلفت عباية. اسمه فلفت عباية، شو عندكم؟ شو بتراوي لنا؟ عباية. قالت أول شيء قالت ما لا تصور الفيس، أبوي هالفيس، لازم تطلعين الفيس، شو المشكلة يعني؟ بلا الفيس، فيس عطية رب، صب وعطية رب ما شاء الله عليك. شو عندك هني سمان؟ انا هايدي كلكشن. ايه هايدي كلكشن. يا سلام يا سلام، هايدي بس سلام عنايا. ايه والله تجنن. هايدي سخي يوم يوم يوم، صبري خلي خلص من هاي. ها
هرب الله تخربت علينا من رمى بوقته يوم 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 يلا أيوان السلام هاي فنانة شكرا جزيلا شكرا يلا هذا بعد أحد المشاريع المشاركة مشروع جميل تكلمت فيه لأنه عن محل أطفال جميل وملفت للنظر تفضلي شو عندكم؟ أنا علي هوم عندي بزنسين واحد اسمه علي هوم اللي هو الأواني المنزلية وعلي ستايل علي هوم هذا هو علي هوم هذا هو علي ستايل هذا علي ستايل أيوة بضاعتي كلها مستوردة من تركيا من تركيا ها؟ ايوه انا تحرات شغلكم انت وحينه لا 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 كله من تركيا ما شاء الله الله يبارك لكم ان شاء الله وين الكرت مالك؟ هالكرت مالك بس تتكلمي عن العطور هذا ها هاي عطور عطر مال فراش اظن ايه والبستنه هذا عطر عندها مال فراش هذا بوت هي اوكي شو عندكم انتم الحين هو انسبايرد باي كرتونز اسوي كولكشن بلون واحد هي. وعقب الناس يختارونه بالوان المفضله والله فكره جميله بعد هي. يعني عقب كل اللي يسوين لون واحد وهذا عشان يكون مرتب يعني يجذب الناس اكثر نعم هي والله شكل جميل شكل شيك وكلاس وفنان وراقي يا غير خلاف اي وحده تبع اي لون ثاني تترو مين يسوينه صحيح صح صحيح شو اسم البوث مالكم شو اسم الكولكشن مالكم هذا انسبايرد باي كرتون باي سارة أميرة وعليها ايوه وين الكرت مالكم هذا الكرت مالكم مشروع شكله وايد جميل كلاس وراقي وفنان ثانك يو هاي هاي الفنانة الطيبه فكره وايد جميله واحد الوحده منهم تروم تختار اللون اللي تباه وكل شيء تباه لكن الموديل واحد يعني الموديلات موجوده الالوان اختياريه من ما شاء الله ما شاء الله والله مليون مرحبا انت برايس بتظهرين ولا انت تعالي انت بكبرك ترى رايحين انت دخلك اول دخليني هاي دخول ما يدخل الزين الا الزين هاي من كيسي ترى من كيسي انا ابو شكرا جزيلا شو عندكم ما تتكلمي انت بظهر زين وهذا مال لا تروحيني لا تروحين بس لا تجي هذا دخول شو اللي اكثر شيء ماشي عندك الخيال عندنا ورهيب ما شاء الله هم اكثر البست سيلر عندنا في ولد عم هذا عنبر هذا ريحته فنانه هذا اسمه عود عنبره على كم 300 ولد عم افتحي غرسته بس هاي سمبل يعني زين غرسته ويني يا الله بس قنونات بيت اكبر حشيم لا شكرا مسدش والله هاي على فكره هذا العود ما هو وايد فنان اسمه عود عنبر وايد فنان انا اقول لكم فنان يعني اللي خبرتكم عنه اسمه عود عنبر عود العنبر هل تو ظاهره ريحته وخلين ريحه لا تقول ما قلت لك وايد فنان اسعاره 300 هايبه خاصه العيون استاذ خالد الخالدي بعد عيون 280 يلا 280 لا يفوتك ها وايد فنان ريحته شيوخيه هذا بزنس كارد للدريسات دريسات يلا رمسي على بحس عالي زين عندنا هاي الدريسات عندنا نيو كولكشن بهري هذه شرف ليونية هذا اول واحد اول ثاني عقبه اللي شرف ليونية خيشة ايوه هي هذا والله هذا اخير واحد فيهم كلهم تقول خيشة بصل اي والله وايد جميل والله انه جميل جميل والله اي والله هذا الديزاين زين أسهل لهم يشوفون الصور أيوة موجودة زين وهذا ها أمريكان شكرا جزيلا العفو هذا أبوي البزنس كارد مال هذا المحل وهاي العارضة سلام عليك كيف حالك شو عندكم يلا عندك دقيقة عندك دريسات حق العيد هي عندي منه ألوان كمية كمان بس سلر عنا عندي هي منها الوان ودرسات حق مغربي عدريس زين كلها ديزاينات العيد وعندنا عندي كمان راقيه يلا عندك باقي نص دقيقه اي شوف حق المخاوير يا سلام يا سلام رقم واحد واسعار من الى 900 الى 1700 زين شكرا جزيلا اهلا وسهلا
الكرت وين الكرت مالك؟ هذا المغربي اول هي. هذا الكرت أي. وين محل هذا؟ وين المغربي؟ هذا المغربي وانا برمس. زين يلا تفضلي. معاكم مغربيات ريم الجسمي كولكشن جديد للعيد والنعم. كله سوارفسكي شغل مميز الوان مميزه. شغل هذا في المغرب لا في البلاد؟ المغربي في المغرب بس الشك والكريستال في الامارات. عندنا محل في الشارجه في سوق المجره. ما شاء الله ما شاء الله كله زين وكله فنان وكله غالي. اظهري شيء من اللي هناك اظهري قطعه ولا قطعتين؟ أيوة. عندنا كولكشن للعرايس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حتى من الخلف كله مشغول يدوي. غاوي غاوي اي والله. شو هم ذا بلاك اولسا حتى حين ناس الدارج الاسود مع الابيض جدا إيه مميز. اي والله. ومن الخلف شو هرف ذا باك؟ ايوه الشغل كامل مع الذيل. شكرا. هذا عبايات اي اي كولكشن للعيد مميز. قطعنا غريبه ومميزه وكلها قصات حلوه فوق الألف من 500 لين 1000. شو حم عليكم؟ برونزي عنا درسات جلابيات كل شيء فري سايز جاهز. إذا حبوا تفصيل كمان عنا تفصيل في شيء كولكشن جديد للعيد اللي أنا لبسيته. شكرا. هذا دار شيخة. دار شيخة للعبايات. أوكي محلكم شو؟ ميسون عن الأميري عن نيو كولكشن للعيد. هذا حلو. بعد كرت تبع كل لعبي. This is our new collection. هذا الكرت خاص كله مال اليحال صح؟ اي والله يس هي كله مال اليحال. شو عندكم؟ نحن دولسي بيبي بوتيك براند اماراتي والله خياطة إسبانية 100%. عندنا مشغلين في إسبانيا. بدينا نشتغل في الملابس أول بنات وأولاد من 0 لـ10 سنوات. ما شاء الله. والحين بدينا فترة تجريبية حق الشوزات وكلها جلد طبيعي 100%. ما شاء الله ما شاء الله. تسوون لذيذ. وأسعارنا بسيطة ومناسبة تبدأ من 200 وفوق. زين. عندي ترسات. أول شيء. لينا باروك. شو؟ لينا باروك. إلينا باروك. أيوة هذا اسم مصممتنا من الشيشان. من الشيشان. مواج. زين. شو عندكم؟ كل كنادير ثياب دريسات. في عبي. تصاميم حلوة وقماشات يعني بس خاصة في محلنا. زين. هذه القماشات والدريسات الجديدة. 10% خصم من طرف خالد. بعد. What do you have here? What do you have here? We have new collection jalabiya for Ramadan, for Eid, all this and for special fish. What do you think? New jalabiya. Thank you. Hada. Hi, good evening. This is Fabar Bahrain new collection. شو عندك انت هنا؟ دار الملك عندنا درسات. اوكي. كل دخل داخل البوت عشان ما حد يطلع من برا. اوكي. الحين ما بتتكلم هاي؟ طبعا ها عبية مويز المصممة موزة الجنيبي. ما شاء الله والنعم. وهل كل الكولكشن الجديد.
طبعا هذا كله بالسلر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي بعد العبالة كل فنان كل زين. شكرا. بعد عبي عبي ولبسات حق رمضان كفتان ما شاء الله مغطية شيء أعتب ما تطلعين. أيوة شو بعد شيء ما شاء الله. الكارت مالي هي مال أبوي عيل شين ديزاين هي. عندي جلابيات حق مغان هي وعبي جلابيات عندي كل الألوان. شكرا. هذا حينه زينة مودا. أيوة شو عندك تطلعين تبرايد هي. أيوة دراني هي زين. شو عندكن شو اللي هذا اسمعك عندنا عبي عندنا درسز وش حق رمضان والعيد. انت رواعي وين وين تصميمها من وين مسوي ابو ظبي من دبي لا لا نحن هي رعاه ابو ظبي. انزين نقطه ولا السطر بتسوي اللي علينا هي سلام سلامي. شو اسمه مارس. مارس يلا شي مارس هذا اللي عندها نطلع انا ثانك يو يلا لا اول خليه يصور الجلابيه الغاويه عقب يصور البطاقه. ايوه عليك نور عندنا الوان مختلفه واشياء غير هايلات اللي هناك أول بادي 1 2 3 4 5 6 ألوان منهن بس سيلرز. أيوة ذلك نور. شو اسم المحل؟ هذا كله في جمالها كي هذا كلها. Thank you. شو عندكم التوني؟ شو هذا؟ هاي بزنس كارت مال وين؟ عندنا منتجات امريكيه وكلها شغل بنات وكبار وصغار. البوث مال هذا الديوانيات. انت برايك تبي تطلعي؟ عندنا مغربيات؟ اي نعم. عبي واللبس المغربي ها؟ اوكي شكرا. عندك هالبراند نفح فارس. اها عندنا العود المعطر وعندنا الدخان. هاي اللي ريحته تفوتخ شو؟ هي هذا عندك المكتوم. ايوه اسمي هذا. هذا بالعنبر. هذا البزنس كارت. شو بزنس كن؟ نحن A.AE عندنا عبي كل العبي اللي عندنا في صوص وشك تحت الألف وعندنا بعد درسات حق رمضان والعيد هي. اللي هناك وأكثر أكثر شيء يمشي عندي العبي أكثر لأن ناعمات وفي ناعمات حق الدوام وفي حق ما أصبرها اللي عليك الكرت ماركن. وشو عندك؟ شو عندكم؟ نحن عندنا مخاوير وعندنا عبايات
صدقي ولا تحرات شديبة دبستنها برق العشان هي والله هاي عربية الأول وحدة هي طلعي هاي أول وحدة يا سلام هاي 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 البصلي هاي عاد تجنن 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 هاي هاي فريها شي صفرة ويها أيوة شكرا المكان لي بوتيك هذا الديزاينات مالهم هذا بوي تبع البوتيك هذا المزرعه ثانك يو ها دار التصاميم دار التصاميم ام القوين ام القوين مدام مريم زين ثانك يو اوكي وهني شو عندهم هاي هدول دار هزار بعد كمان وين الكرت مالهم الكرت دار هزار دار هزار على تكاليف طلبنا الكيكه اللي شفناها عندك باقي الطوس عاد والله ما ادري تدري الحين شو قالوا باقي هاي شوفي كل العرب انت جيتي شوفي طلبتي من المحشي اي والله قديم زين شو طلبت الكيكه زين الكيكه اسمها فنانه اي والله اي والله فنانه اي ويانا المعرض عشان اليوم شفناك جزاك الله خير زين وبعد زين الحمد لله ان شفناك بارك الله باقي هاي اسرع احط الحرارات طلع ابوي كلهن رواعي عيمان طلع كم مسجات يقول موجودات في سوق عيمان والله اي والله كل حد يقوله شيء لوني شيء ذهبي اي والله وايد جميل وهالكويت يسمونها حرارات امهات البناجر ام البناجر ترى طايحات في الكويت ما شاء الله الكويت موجوده يعني رب الله تعدوهم هلك كل شيء يطيح قبل عندهم والله مبهيني الله شو عندكم سلام عليكم سلام عليك يا سلام يا سلام هاي يقولون فرس هاي الفرس تبارك الرحمن شو وين الكرت مالك حاضر في دينك وينو عاد كروتكم قبل نسوي هل في شيء حروس شيء أول الله يطول بعمرها ويحفظها يغفل ابوها ان شاء الله شو اسمك مايا روضه والله والنعم روضه حبيبتي يعني الله يحفظك وانت شمه والله مليون النعم وانت حمدان والله والنعم حمدان بتغدي عسكري شرات ابوك ايه ان شاء الله حبيبي الله يغفر لك ويحفظك عندها ابوي عطر فراش ودخون وعطورات وما ادري شو كلها وهذا شو مخلط السيد سيد المزايا بعد هي شيء فنان من العين يا واصل يا حافظ يا حفيظ كله زين وكله فنان شكرا جزيلا واي يو ار تصوريني ها بعد هناك مع العرب اي شو اسمها هاي تحب شو اسمها شو المدينه هذا شو محلكم دار ليالي دار ليالي وين الكرت مالكم انستغرام سوزي بت مطار نيو كولكشن هذول لايت كمان شكرا جزيلا كونسبت 101 كونسبت 101 هذا زهره كرمستجي رايت هذا صغيرون ليش صغيرون هالكبير يعني؟ من اوكي يلا شو عندكم انتو تعلين حسك الكرت مالك وين اول هذا كرت شو عندك جاهزه واقمشه كلها شغل هندي كراب حرير هندي كلها شغل وفي دراسات جاهزه طلعي شيء من الاصفر اللي وراء الاصفر ولا الاورانج البطيخي ايوه يا سلام
السلام عليكم. فرجينا يلا شكرا. وين الكرت مالك عادة؟ شكرا. هذه كرت هاي الحرمة مال دبلوس. شو اسم المحل مالكم؟ لاتينوس. لاتينوس؟ زين. شكرا. هلو هلو كم هير بس يور نيم؟ ماي نيم از جينيفر فروم زارا فارماستاجي. والله؟ يس سر. يو بيبي؟ نو. والله تحركي بيبي. هذا ثياب. احنا عندنا محل وعندنا بوتيك في جميره وعندنا مشغل في ديره. انت منو اولا؟ انا زهره كرمستجي. ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا زهره. ان شاء الله. تسلم. شو تغديت اليوم؟ احنا اليوم شو تغدينا؟ خليني افكر الحين. الله يهديك. هاي فنان الكندوره هاي. ما ادري ليش صورت بوثك هاي مرتين. شكلك حبيت بوثي. اي والله اشياء وايد فنانه مميزه. تسلم. انا صار لي 20 سنه في الطرب المجال مو جديده. هاي حويه ملحليه بسكارات خدها. لا يا حليله هي بس شويه دبه يبغي لها شيء نسوي له عمليه. اي ثوت يو بيبي. نو اي والله. ادي هذا شو حينه؟ هذه انا مصممه منى معاكم عبايات الملكه من السعوديه. والله مليون والنعم. نعم بحالك. مليون والنعم. هذا الديزاين مالك؟ ما شاء الله. شيء واحد عيبني توني قلت لك هذا هو. وايد مميز. شو شيء غير عندك؟ هاي الاشياء. وما اقول لك ترى البوثات ما بكلام من اللي من السعوديه. شيء من الكويت وشيء من البحرين. في اشياء هالجولدن جوردن لو سمحتي. هذه شكلها مميز وجميل. شو الأسعار عندك؟ أسعاري تبتدي من 1400 إلى 2000 ماكسيموم 2000 عندي. يستاهل. الله يسعدك. نعم شغلها مرتب ويستاهل. أنا معجب في نفسي. كم أنا معيب بنفسي. حاطيني بيحطه هني في كل مكان حاطين الأسوار بعد. شو اسمك أنت؟ والله والنعم أبو جاسم. إيش حالك؟ أي صف أنت؟ والله والنعم 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 أبو جاسم. كيف حالك بنات؟ كيف أنتوا؟ هاي براين أصورها؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما هاي سندريلا. هب هب. اوه فوز عنه فوز عنه. هل يقولون عنها توجه في الماشي؟ سمعتي بها يقول عنها توجه في الماشي؟ والله هاي انت هي ما عرفتك. انتي تبى صوره ولا تبى فيديو؟ شو الاخيار اللي يعجبك انت؟ شو تبى صوره؟ يلا سوي تشيز. لا تشيز. لا تشيز. هذا شو يعني؟ قوس النصر. بعد يوم شاق من الحشرة والسوالف ويا البنيات ويا الحريم ويا العارضين ويا العارضات ويا الصدع والديانة والقرقعة جيت ابوي في هالمكان المميز مرة على البحر. على البحر شاهد هالبنايتين الفنانات في مطعم غاوي خاطري. كلت في المطعم الأم أمنة. مطعم الأم أمنة في وين؟ في بيروت. مطعم الأم ماله في بيروت. وعلشان تحصل مكان في المطعم الأم في بيروت تجلس تتري يومين ثلاثة لازم تتدخل السفارة، تتدخل القنصلية، تتدخل ما أدري منو وزيد وعبيد. يلا يلا يلقطوا لك طاولة. هذا في حال كنتوا ثلاثة أو أربعة. لكن في حال كنتوا أكثر عن ستة أنفار مستحيل تلقط مكان. في حال كنتوا أكثر عن أربعة أو خمسة هذا استحالة. طاولات صغار واللي يخدمون روح من هالقبيلة. أنا ما بخبركم شوفوا المطعم. مثلا المطعم هذا من مطعم لبناني 100%، لكن مش اللبناني المتعارف عليه، لا مطعم أرمني
هو مطعم أرمني يوجد منه في أبو ظبي واحد اسمه ما بخبر ولا بقوله، يغير أكل وايد مميز، أكل وايد مميز وفنان وغير نمونة هالمطعم. وفي أبو ظبي من أظن من 10 سنين لو 15 سنة ما تديته، ويوم سألت عنه قالوا نفس اللي في بيروت، ونحن جينا وطلبنا حينه عشانه ونتعشى عندهم إن شاء الله. أنا ومهندس منهل ببراهيم، وأول ما يابولنا هذا عبارة عن نفس الطريقة اللبنانية، يعني يجيبوا لك هكا مقدمات، ما بمقدمات مقبلات، من عندهم هاي بلية طلب زعتر وطماط، زعتر سامانهم يجيبون الطيارة اليوم بيومه. يقول ببراهيم اسمه زعتر بري، هاي اللي تشوفونه زعتر بري وريحته قوية. اي نعم، الزعتر اللي خبرتكم عنه قبل شوية في منتهى الروعة، وهذا ابو يفتوش بعد مميز، وهذا اسمه بسطرمة، بسطرمة بيض صغار أروحه بسطرمة، أعطني بيض فري ويا البسطرمة والحمص، هذا حدث ولا حرج. هذا عصافير التين يسمونه عصفور التين، هذا شوف الحجم، هذا تشوفون هذا عصفور، ترى هذا عصفور الكبير يسمونه عصفور التين زين. إيه وهذا نسيت شو اسمه، شو قال نسيت عاد شو قال لي اسمه، لهسب بعد من غير والله مساء أو حياة بالطاري ونسيته أنا عاد. ولا هاي اللي تشوفونها طويرات، هاي شو الطير واحد كبر الرايبة حليل حليل يهو. هذا العصفور يسوون له وحده وهنتين صغيروني، ها يدو. هذا الشوحينة، هذا المانتينة عبارة عن شو؟ هم يفنقول شش برك بس بطريقة أرمنية. إنزين. وهذا؟ هذه اللحمة راس عصفور مع صوص الكرز. هذا هو. هي فيليه العجل. هي. من لاية مخصص بالعصافير يعني، بس يقول راس عصفور يعني حجمها حجم راس العصفور. إيه نعم. طبعاً صوص الكرز الأرمني بيجي سويت تصور. شكراً جزيلاً. يا هلا. أقولك للحمة هذه ترى الحمة عيل قطعوا يقلونها. يعني تحراها لحم الدياي بيضة ولذيذ لذيذ لذيذ بليغة. هذا من أهم الأطباق اللي عندهم، هذا هو اللي بيصير لبنان عقب ما تتفتش حيرتهم في مطعمهم. ضروري الأكل الأرمني تطلب هذا راس عصفور، عبارة عن كرز ويا لحم، وهذا يسمون الكباب بعد كباب أرمني. أيون أيون أيون، هذا بالفستق والصنوبر، ما يخدمون إلا هالأرمن غرب الله تب. أنا لو يخيروني لو يخيروني آخر وجبة بحياتك شو تتمنى، شيء طبيعي رح تكون راس عصفور بالكرز من هالمكان اللي أنا فيه بالذات، يعني من هالمكان اللي أنا فيه، يا هذا يا نفسه المطعم الأرمني اللي في بيروت. يعني هذا بعد ألد من اللي في بيروت، هذا ألد من اللي في بيروت سبحان الله. مرحبا الساحب محمد، كيف الحال الأخبار طيب؟ يا مرحبا يا مرحبا أبو محمد. ياسين تابعك من تورنتو، من عند ثالث أطول بناية في العالم طبعا بعد برج خليفة وبرج. الأجواء غرامية. السلام عليكم أبو محمد، خالد الخالدي يشوف هذا الكنار مزرعة الوفرة بالكويت، علينا بالعافية توا واصلني من المزرعة. وين حما طلبنا هذا؟ هاي من عندكم انتو يعني؟ ما يطلبوه؟ لا هاي يبون بدون طلب يعني لحاله، يعني تسلم يعني تسلم. تيجي بتقعد هيك وحده بطل نشيل وحده بينزل. اي بارك الله فيك، شكله مغري اصلا. هلا ديتين هدوءك السبيشال عسمليه عندنا بنقري قبل. شكرا شكرا شكرا. هاي ابوي كرامه من عند هلب المحل حاطين اياها، عباره عن شو هذه الحين؟ هذه العسمليه. العسمليه يقول لي يعني فيها شويه هيك مياس تاتش، خلينا نقول
حطها على التنور بهالطريقة. هي طبعا عجينة التنسال القشطة والكتون كندي. زين شو نحط عليها بعد؟ في تطلع طيبة مع الشوكولاتة سيروب، بس طبعا ما بدنا نكثر كثير لأنه أوريدي في الكتون كندي يعني سويت. شكرا جزيلا. شو اسمك أنت؟ هشام. هشام هاي صار لك زمان هون هشام؟ في المطعم هون حوالي 5 سنين. ما شاء الله. مبسوط في أبو ظبي؟ خلتي بسيرتي لجيب لي سيرة المطعم. مبسوط يا أبو ظبي؟ أبو ظبي بتجنن. أنا أبو ظبي صار لي 10 سنين. شو رأيك فيها؟ طبعا وطننا الثاني. فيك تصمد فلوس هون صح؟ كل شيء الحمد لله. هلا ما عم نصمد، ما بدنا نصمد الآن. ليش؟ نعيش الحياة. كم أنا سعيد بمتابعيني، كم أنا أفرح بالاتصال الروحي اللي بيني وبينهم، إن كانوا ذكور أم إناث، صغار أم أكبر، أم أكبر أم كبار، بمختلف أديانهم وأجناسهم وطوائفهم وأعراقهم وأشكالهم، كم أنا سعيد بالتواصل وياهم، وكم يفرحني يوم حد منهم يقول لي يا أبو محمد اليوم أمايا مبسوطة وهي تتابعك، اليوم خالتي، اليوم أختي، اليوم حرمتي، اليوم أبوي، اليوم عمي، اليوم خالي، كم أنا أفرح. غدي رقبتي رقبة زرافة. كم أنا أستانس، كم غدي سعيد، أحس كأني أملك الكون، أحس كأني أملك الدنيا كلها. الله التواصل المستمر دائم بيني وبينهم، مثلا اليوم الساعة شفته دخلت المعرض لقيت حرمة الله يستر عليها، صورت الحديث اللي بيني وبينها، النقاش نقاش شيء بسيط يا بالصدفة. ومحمد نحن اليوم طلبنا من ورق العنب اللي ياك وكلنا من الكيكة هايجي، نحن نثق بذوقك. هاي تعرفون شو يسمونه؟ هذا هو التواصل، التواصل الروحاني اللي بيني وبين متابعيني، هذا هو اللي أنا يخليني دومي فرحان، يخليني دومي عند واثق، واثق إن الله سبحانه وتعالى مسخر الأرض ومن عليها. هذه روح نعمة، نعمة يبالها الحمد والشكر. محبة الناس هذه كنز، فكل الشكر والتقدير لكل من أعطاني هاي الثقة. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن الظن، أكون عند حسن الظن اليوم ودوم، وإن شاء الله أن الله يوفقني أني أكمل مسيرة التواصل الاجتماعي بشيء، أول شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، هو ثانيا يعود بالربح والمصلوح والفائدة أولا للأسر المتعففة والناس اللي تدور الرزق والنصيب أول بادي من الله، وحاطيني أنا سبب، أنا اللهم أني سبب لأني أغطي إن كان معرض أو مطعم أو مشروع خيري أو فلذلك يقولوا لي أنا أبو محمد أنت من تدخل معرض توبل كان هم بوث ولا بوثين ولا 10 ولا 100 تخطف عليهم كلهن. أنا بالناس اللي من غير يمرون عليهم مرور الكرام، خذوا العنوان تشكوا 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 طرقوا. أنا أبوي ما يجوز لي، أنا بمس هاي الحرمة التاجرة اللي جاي كان هاي جاي من مقيوين ولا جاي من الكويت ولا جاي من البحرين ولا من السعودية، قاطع درب وباذله مبلغ وغدره ويت واستاجرت البوث هذا عند راعية المعرض. معقول إني أنا بمر عليها مرور الكرام؟ يليج في العقل؟ لا والله، من إنسان مسلم يوم بيعمل عمل يتقنه، وأنا أبوي ما أسوي شيء إلا أتقنه. كان رمست رمسه يبت في تفاصيلها، وإن وصفت شيء وصفت تفصفيص الثوم فصفصته. مثل عادة أنا يوم بإبراهيم يقول لي شيء معرض ما أقول له شو فيه شو ما فيه شو علمه شو خبره، أدخل أغطي من يعطيني جرين لايت يقول لي هذا معرض مرخص، هل كثر رخصته، هل كثر عندهم، أدخل وأغطي. اندخلت اليوم مثلا داخل بتا
الساعة 5:30 عقب صلاة المغرب بالضبط 6:30 تقريبا 6:30 ظهر الساعة 10 يعني تقريبا 3:30 وأنا في تغطية واحدة متعب الشيء لكن خاطري بقى. فلذلك أنا يوم أسوي شيء أسوي من الخاطر طبخت جلست على طباخ ولا على نفاخ ولا على رمسة ولا مذهب ولا علم ولا خبر ولا سير ولا ييه عزيمة ميالس عرب فيها خير بدو حضر سماميج بشرق غرب تاريخ جغرافيا عرس حزن أي شيء أنا أسويه من خاطر ما أسوي شيء مني والطريق. فلذلك رب العالمين ميسر أموري وين ما أصير وميسر أمور هل بالمعارض اللي أصير لهن وهل بالبزنس اللي يسر اليوم ولا ما بقول صح المراد ابوي انبوني بخبر برمس اخنت عاده موضوع شيء بسيط لكن ما بطري خلي ولي انا ابو هاي ما بظهره ظهر متى من العصر ويا نص الليل هي والله اني كاد عمري كد لكن متعه تعيبني برايني يلا اصبحنا على خير.